السؤال الأول اللي هو معتاد، ما هي أسباب ارتفاع سعر الصرف في محافظة البصرة بالعراق بصورة عامة؟ تفضل حضرتك. يعني نسميه أزمة الدولار الأمريكي، نعم، والنزيف المستمر للدينار العراقي حقيقة منذ يعني نحو شهرين، وبدينا نشاهد الانخفاض المستمر في سعر صرف الدينار العراقي بسبب تطبيق المنصة الإلكترونية بالبنك الفيدرالي الأمريكي، وأخضعت بموجبها الحوالات المصرفية إلى التدقيق والمراقبة على أفق قواعد الامتثال الجديدة. هي القواعد هذه موجودة بالنظام المصرفي العالمي وتطبق على كثير من الدول، لكن العراق كان مستثنى من تطبيق هذه المنصة، ولذلك وجدنا أنه عندما طبقت هذه المنصة المصارف العراقية والشركات العراقية غير مستعدة فنيا للتعامل مع هذه المنصة، ولذلك وجدنا أنه 80% من الحوالات المصرفية تم إرجاعها من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي. معروف بأن التجارة الخارجية بالعراق معظم الاستيرادات تمول عن طريق الحوالات المصرفية، يعني حدود 10 إلى 15% من استيرادات العراق تمول من خلال الاعتمادات المستندية، لكن أكثر من 85% تمول من خلال الحوالات المصرفية. عندما توقفت الحوالات المصرفية بشكل عام، لجأ التجار إلى مكاتب الصيرفة. مكاتب الصيرفة هؤلاء مصنفين A و B و C، محصص أسبوعية من النقد الأجنبي. التزاحم التجار لتنفيذ حوالات تجارية من قبل مكاتب الصيرفة، واللي طبعاً تتناقض مع قانون البنك المركزي العراقي، لأن مكاتب الصيرفة وظيفتها هي توفير الدولار للمسافرين لأغراض العلاج أو الدراسة أو السياحة أو غيرها، لكن وجدنا المكاتب الصيرفة تنفذ حوالات تجارية. زيادة الطلب على الحوالات التجارية من قبل هؤلاء التجار ساهم برفع مستوى سعر صرف الدولار، بمعنى أن الأزمة اليوم، أزمة الدولار، هي ليست أزمة في المعروض النقدي من الدولار، وإنما أزمة في الحوالات، أزمة دولار الاستيراد، دولار الحوالة هو الذي دفع بسعر صرف الدولار إلى الأعلى وضغط على الدينار العراقي بالمستوى الذي استقر عليه هذا اليوم. طيب، ممكن نعرف شنو دور هذه المنصة للي ما يعرفها؟ يعني هي منصة إلكترونية تتبع البنك الفيدرالي الأمريكي من خلال نظام السويفت المالي، بموجبها يتم تدقيق المعاملات المصرفية. يعني أنه قبل التاجر عندما يستورد بضاعة، مجرد إشعار بتحويل المبلغ، يتم تحويل المبلغ للجهة المستفيدة. الآن يطلب معلومات، طبعاً الحوالات المصرفية قبل سهولة التهرب الضريبي والجمركي منها، ولذلك عندما طبقت هذه القواعد الجديدة بحيث هناك معلومات تفصيلية على المستورد أن يدرج فيها، يعني معلومات عن الجهة المستوردة منها، قيامها، طريقة النقل، طريقة الشحن، معلومات تفصيلية. هذه المعلومات يبدو أنه كثير من التجار يعزفون عنها، ويبدو أن النظام المصرفي العراقي غير متعود عليها. فالمنصة اليوم، يعني سبب أزمة الدولار هي بالمنصة الإلكترونية اللي استحدثتها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهي لم تكن موجودة من قبل. يعني كان العراق مستثنى منها، وكان يجري تهريب الدولار كان يجري منذ عام 2004 ولحد اليوم، وبعلم الأمريكان كل حركات الدولار اليوم الأمريكي منذ 2004 هي بعلم الأمريكان، لكن الأمريكان يعني أخذوا هذا التوقيت بالذات من أجل تنفيذ هذه المنصة، رغم أن البعض يقول بأن هناك إشعارات من الفيدرالي الأمريكي للبنك المركزي العراقي منذ نحو سنتين لكن لم يعمل بها. طيب، ليش العراق كان مستثنى من عندها وحاليا لا؟ يعني السياسة دائما ما تعبث بالاقتصاد. يعني احنا عندنا شواهد مثلا على الاستثناءات او تغاضي النظر. نعم. الامريكان يتغاضون النظر احيانا لاسباب سياسية. مثلا ايران تصدر نفط اليوم اكثر من 700 الف برميل يوميا، وهي تحت العقوبات الامريكية وتحت انظار الامريكان. نعم. اليوم العراق ايضا عند استثناء باستيراد الغاز والكهرباء من ايران. نعم. تطبيق المنصة يبدو أنه مرتبط بالسياسة، بمعنى أنه كان من الممكن للعراق أو للأمريكان تأجيل تطبيق المنصة على الأقل لمدة 6 أشهر، لكن الأسباب السياسية دائما ما تكون حاضرة، بمعنى أنه هناك شروط سياسية على ما أعتقد وعلى ما أرى
ينبغي العراق اتخاذها، لانه اذا شوي نرجع لورا 3 أشهر أو 4 السابقه نلاحظ حدثين مهمين. الاول هو انهيار المفاوضات النوويه بين ايران وبين الاتحاد الاوروبي، خاصه الدول السبعه، خاصه مع الولايات المتحده الامريكيه. الحدث الثاني ان البنتاغون الامريكي نفسه، هذا يعني معلومه وليست تحليل، البنتاغون الامريكي نفسه حذر دول بالشرق الاوسط ومن ضمنها العراق من مغبة التوسع في علاقاته مع الصين. هاي موضوع يعني ما اعرف لماذا يمر مر الكرام. هذا تصريح من البنتاغون الامريكي لوزاره الدفاع الامريكيه، وذكرت اسم العراق من ضمن دول الشرق الاوسط، وربما ايضا يرتبط بمواقف العراق في اوبك بلس مثلا، وقوفه مع السعوديه تخفيض انتاج النفط قبل شهرين. هناك ملفات سياسيه، ملفات عالقه يبدو انها بين العراق والولايات المتحده الامريكيه، هي التي دفعت بالاسراع بتنفيذ النص، واللي حدث ما حدث بسبب هذا الامر.